ونتابع معكم ما بقي ملفاتنا في هذه التغطية، ولكن بالانتقال إلى الشأن الإقليمي تحديدا من لبنان، حيث أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عددا من المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي، بلغ عددهم 18 عنصر بينهم 12 سوريا وستة لبنانيين. وأضافت مديرية المخابرات أن العناصر الداعشية كانوا في مرحلة الإعداد والتخطيط لاستهداف مراكز ومواقع عسكرية تابعة للجيش والقوى الأمنية، حيث توصلت المعلومات إلى أن تنظيم داعش يخطط للعودة لتنفيذ عمليات إرهابية في لبنان من خلال استغلال وجود اللانازحين في عدد من المخيمات، أبرزها تلك الواقعة في أطراف بلدة عرسال. وهاتفيا للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت شادي نشابة الباحث السياسي. أرحب بك سيد شادي بداية على شاشة أكسترا نيوز. إذا في هذا الخبر يعني الحديث عن عناصر من داعش في لبنان بعد ما كنا نتحدث يعني منذ فترة أيضا عن عودة داعش حتى لو بعمليات نوعية إن كان إلى سوريا أو حتى العراق، ما دلالة أن نتكلم اليوم عن عمليات نوعية لداعش في لبنان؟ وأيضا كما ذكر ورد في الخبر فهناك 12 سوريا وستة لبنانيين. مساء الخير لك استاذ ريلاف ولكافة المشاهدين الكرام. بعتقد موضوع تنظيم موضوع منظمات متطرفة بشكل عام وخصوصا تنظيم الدولة الإسلامية داعش كان لهم وجود بالسنوات الماضية، يعني حتى عام 2016 كانت اخر مواجهات ما بين القوى الامنيه اللبنانيه وتنظيمي داعش وجبهه مصر في عرسال وفي شمال لبنان، وكان هناك بعض التفجيرات التي حدثت في بيروت، التفجيرات الارهابيه التي حدثت من قبل هذين التنظيمين. اليوم بعد تنشيط داعش عملها في سوريا والعراق بالطبع وفي ظل الفراغ، يعني أنت تقول بداية سيد شادي بأنه داعش لم ينتهي أصلا يعني في الدول العربية، توقف نشاطه والآن عاد لمتابعة هذا النشاط؟ طبعا داعش بعد اغتيال أبو بكر البغدادي من بعد خلال الأشهر الماضية أعاد تنشيط عمله بالعراق وسوريا، وبالطبع كان هناك خلايا نائمة موجودة في لبنان بسبب الفراغ السياسي الموجود حاليا والموضوع الاقتصادي والاجتماعي. صحيح. هذا عامل يؤدي الى مزيد من النفوذ لدى هذا التنظيم في دول التي لا يوجد فيها سلطه بشكل المطلوب، وفي ظل هذا الشعور بالتهميش السياسي خصوصا في المناطق النائيه في لبنان، يعني نحن عندما نتحدث عن نسب الفقر والبطاله في المناطق النائيه في لبنان خارج العاصمه بيروت نتحدث عن ارقام صعبه جدا وارقام ضخمه بخصوص البطاله والفقر وغيرها. من هناك تربه خصبه يعني في لبنان لظهور هذا التنظيم ولنموه في نعم، وايضا خلال اب الماضي يعني خلال اب عام 2020 حدثت مواجهات في منطقه وادي خالد ما بين القوى الامنيه وبين تنظيم تابع او خليه كانت تابعه لتنظيم الدوله الإسلامية، وكانت تخطط لعمليات اغتيال ولعمليات ضد القوى الأمنية في لبنان. فليس من المستغرب اليوم توقيف هذه الخلية، وأعتقد في المرحلة المقبلة سنشهد مزيد من التوقيفات وممكن أن نشهد بعض العمليات الأمنية في ظل ولكن سيد شادي يعني البعض يستغرب ربما كلامك اليوم لأنه تم الحديث في بعض الدول من عام 2017 و18 عن الحديث عن انتهاء كامل لهذا التنظيم إذا تحدثنا عن العراق أو يعني سوريا. اليوم دلالة عودة هذا التنظيم بهذا الشكل مع تغير ربما بعض المعطيات على الساحة الدولية، هل يمكن الربط يعني بين عودته اليوم والربط بأي معطيات كانت على الساحة؟ طبعا نرجع للأشهر الماضية، تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم داعش كان عنده عمليات مختلفة في العراق وفي سوريا، وفي بعض المناطق رجع تقدم تنظيم الدولة الإسلامية. إذا نرجع خلال الأيام الماضية طبعا تنظيم داعش كان هناك مواجهات مختلفة تحدث ما بينه وبين قوات أسد وبين النظام السوري وغيرها.
لماذا إعادة تنشيط داعش، أو لماذا أعاد تنشيط داعش تنظيم داعش نفسه؟ طبعا المعطيات السياسية والمتغيرات السياسية بالمنطقة عوامل تساعد تنظيم داعش لإعادة تنشيط نفسه. هلأ كيف الدعم عم بيصير وكيف طريقة إعادة التنشيط هون لا نعلم، لأنه تنظيم داعش إذا نرجع تاريخيا كيف أسس نفسه وكيف فروا من السجون وكيف بعدين إجاهم دعم من بعض قوى الاستخباراتية. طبعا بالمرحلة الحالية بظل هذه التغيرات بالمنطقة وبظل الحديث عن موضوع اتفاق نووي وغيرها من الأمور وبظل هذه المتغيرات السياسية، طبعا هناك قوى تستثمر في هذا التنظيم لمحاربة بعض الدول ولإرسال رسائل سياسية للبعض. ولكن وجوده اليوم هو بالطبع يحاول العودة إلى الساحة بأي شكل من الأشكال، ولكن ما يدل على ضعف هذا التنظيم حتى الآن هو محاولة احتمائه ببعض المخيمات للاجئين السوريين إن كان على حدود سوريا في لبنان أو غيرها، وآخر مخيم تقريبا كان مخيم الهول. لما يحاول يعني هذا التنظيم بالفعل الاحتماء وراء النساء والأطفال في هذه المخيمات، لأنه معظم المخيمات تقريبا معظم القاطنين فيها هم نعم أبرياء من نساء أو حتى أطفال؟ طبعا تنظيم داعش بالمشهد اللي كنا نشوفه فيه بعام 2012 و13 و14 طبعا تغيرت المقومات هذا التنظيم وصار تنظيم مبني على الخلايا النايمة ويعمل بطريقة لا مركزية، فهو ما بقى هو بطريقة الجيش الكلاسيكي، بل هو يبني قوته على الأبنية كنت عم تحدثي عليهم شوي منذ قليل، وعلى طريقة عملياته العسكرية. بالقبل كان تنظيم داعش مسيطر على مناطق جغرافية واسعة وكان عنده في حرية في التحرك وبتمويل نفسه من خلال أبار النفط وغيرها من الأمور. اليوم تنظيم داعش يعود بوجه آخر، طبعا أضعف من المرحلة الماضية، ولكن ممكن يكون مؤذي بمحلات في حال أراد أن يشغل هذه الخلايا النايمة في بعض المناطق الجغرافية اللي نتحدث فيه قريبة من العراق وسوريا خصوصا من خلال عمليات إرهابية. ولكن بعتقد كمان القوى الأمنية الموجودة بالمنطقة بشكل عام صار عندها خبرة بالتعاطي أو كيفية الوقاية من عمليات هذا التنظيم. بعتقد نحن في حال بده واحد يحارب هذا التنظيم في موضوعين أساسيين بده يشتغل عليهم، أول شيء الوقاية الأمنية وتفعيل القوى الاستخباراتية بالمنطقة للوقاية من العمليات العسكرية، وبالمقلب الآخر الاتفاقات السياسية، لأنه طالما في وجود فراغ سياسي ويتم بالفعل سيدة شادي هذا التعاون الاستخباراتي يعني اليوم صحيح أنه حديث، ولكن يتم يعني اليوم من قبل عدة دول هذا التعاون الاستخباراتي للقضاء على الإرهاب وداعش و كل طبعا لانه هيدا الموضوع مدمر للاقتصاد العربي، مدمر للدول العربيه، فبالطبع الوقايه من هذا التنظيم وايضا الوقايه ما لازم تكون بس امنيه، الوقايه تكون امنيه، وقايه اجتماعيه، وقايه سياسيه، وقايه اقتصاديه، كل هيدي العوامل هي بتلعب دور ل ان كان تقويه او اضعاف هكذا انواع من التنظيمات. التنسيق ما بين القوى الاستخباراتيه بالمنطقه هو عامل ايجابي جدا، وبعتقد لازم يتفعل هذا التنسيق على صعد مختلفه اكثر، ان كان اقتصادي وان كان اجتماعي وان كان سياسي. طيب ذكرت خلال حديثك سيد شادي بانه منابع مصادر تمويل هذا التنظيم قد جففت، ان كان يعني بسيطرته سابقا على ابار النفط وما الى هنالك، او دفع اتاوات من بعض السكان. اليوم يعني عودته من جديد من اين ياتي بالاموال؟ لانه انت ذكرت خلال حديثك بانه هو لم ينتهي وكان موجود، ولكن جففت كل منابع التمويل. وأيضا سؤال آخر، كيف يقوم بالتسلل ربما والدخول إلى لبنان؟ إذا نحكي عن موضوع اللبناني بالأخص، هذا التنظيم يتسلل من خلال استقطاب، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال بعض الناشطين يلي هن الخلايا النايمة اللي كنت عم بتحدث عنهم بالميدان، فبيستقطبوا الاشخاص يلي عندهم غضب
تجاه السلطه بشكل عام، او اذا بنروح على الموضوع اللاجئين وغيرهم هو استغلال الحاجه الاقتصاديه وعدم وجود قياده لهم، لانه خصوصا موضوع اللاجئين السوريين نحن عم نحكي عن اعداد كبيره، نحن عم نحكي عن حوالي ثلث كان لبنان هي في لاجئين سوريين. نعم. موجوده في لبنان. صحيح. مع الانهيار الاقتصادي والمالي اللي عم بيصير لبنان، يتاثر اللاجئ ايضا مع هذا الانهيار، فبصير المدخرات الماليه قليله، يتسلل هذا التنظيم من خلال استقطاب الاشخاص الغاضبه على السلطه بشكل عام وعلى طريقه اداره البلد في لبنان. نعم. ومن بعدها يتم غسل دماغ هذه الشباب للاجراء بعمليات امنيه او باجراء عمليات استطلاع، لانه تنظيم داعش ما بيشتغل بس على العمليات الامنيه، منهم بياخذ منه معلومات. نعم، يعني يتبع استراتيجيه باتت معروفه اليوم. صحيح. نامل انه تصل لكل هذه الشباب اللي يقوم داعش ب يعني استهدافها. في نقطة مهمة بالموضوع اللبناني، إذا بدك تختمي، بس في موضوع مهم بالموضوع اللبناني، يجب التعاطي مع هذا التنظيم بطريقة الوقاية، ليس فقط الأمنية بل أيضا الموضوع الاجتماعي والاقتصادي مهم جدا. يعني على سبيل المثال، هناك حسب إحصائية ودراسة، هناك عشرات الشباب يلي تم حبسهم بالسجون اللبنانية، تم غسل دماغهم داخل السجون بسبب الواقع اللا انساني في السجون اللبنانيه، ومن بعد ما خرجوا من السجون رجعوا عادوا لهذه التنظيمات وعملوا اعمال امنيه. نعم، شاركوا باعمال امنيه ضد الدوله في لبنان، فهذا الموضوع مهم جدا. نعم، وسنتابع كل التطورات وكيف سيكون رد الفعل ربما الدولي يعني تجاه عودة تنظيم داعش من جديد. أشكرك شكرا جزيلا سيد شادي نشابة الباحث السياسي، حدثتنا هاتفيا من بيروت.